بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا، اهلا بحضراتكم. صديقي مشجع الترجي، معلش يا ابن عمي، راجل بتشجع دوله الترجي، اعمل لنا لايك وسبسكرايب يا صديقي العزيز. القناه هنا بقالها فتره بتموت، واحنا معلش خدنا العزه ومحتاجينك بس ان انت تضم معانا كده تقول لنا البقاء لله. تعال نتكلم يا صديقي على سحق فريق الترجي لدوجيلبا المالي. نعم صديقي العزيز، لقد سحقوهم حقا، ولكن اسوا حاجه في اللقاء هي الاصابات بس. يعني هو اسوا حاجه في المباراه هي الاصابات بس. هتقول لي يا كابتن معلش سحقوهم، بس انت بتتكلم على الاستحواذ كان مع فريق دوجيلبا المالي. كابتن الاستحواذ بس، هم لم يكلكوا ولا فرص خطيره ولا اجمالي التسديدات كان هم اكتر من الترجي. يعني لو انت عايز تتكلم بقى بالاحصائيات والارقام، فاه هو الاستحواذ كان 51 ل49 لدوجيلبا، ولكن الفرص الخطيره الترجي كان ليه 3 ودوجيلبا ما كانش ليه ولا فرصه. الترجي قدر ان هو يعمل اجمالي تسديدات 17 تسديده مقابل 7 تسديدات بالنسبه لحارس دوجيلبا، بالنسبه لفريق دوجيلبا. الترجي الحارس بتاعه عمل تصديين في مقابل ان حارس دوجيلبا عمل 5 تصديات. فانت هنا بتتكلم في كل الاحصائيات هو اكتساح ترجاوي. الركنيات 10 الترجي 2 لدوجيلبا. بتتكلم على تصوبات اون تارجت، الترجي ليه 9 تصوبات اون تارجت من 17. الناحيه الثانيه فريق دوجيلبا ليه 7 وفيهم 2 بس اون تارجت، والاثنين تعامل معاهم امانه الله ما بيش بطريقه محترمه. فانت هنا لو عايز تتكلم على الارقام فالترجي سحقهم بالارقام، ولو عايز تتكلم على النتيجه فالترجي سحقهم بالنتيجه. هتقول طب والاداء؟ الاداء طبيعي ان هم يكونش افضل حاجه، لان الترجي لسه بيبدا مع مدير فني جديد ولسه بتبدا اول مباراه في المجموعه، فطبيعي يا معلم ان انت تلعب مباراه صعبه. يعني طبيعي ان انت تلعب مباراه صعبه، انت عندك غيابات مؤثره زي غياب يانساس. بس النهارده الياس مكوينا كان نجم اللقاء، الياس مكوينا سجل هدف جميل وعمل اسيست محترم في الهدف الثالث، فالياس مكوينا ابدع برده النهارده. لو عايز تتكلم على رائد بوشنيبه، فرائد بوشنيبه النهارده قدم اداء محترم جدا جدا جدا. رائد بوشنيبه سجل هدف بدري وفتح الجيم بالنسبه للترجي، فتح الباب على مصراعيه بالنسبه للترجي. يلا يا دوله ندوس على دوجيلبا. وفعلا يا صديقي العزيز الترجي راح في واحده والثانيه والثالثه، والناحيه الثانيه هم راحوا، ولكن امان الله ما مش كان قادر ان هو يتعامل مع الموقف لحد ما بيجي يوسف بلالي يعمل اسيست ثاني. بس الاسيست المره دي بالكعب، واسيست جميل جدا لياس مكوينا بيسجل بيه لياس مكوينا هدف ثاني. للاسف الشوط الثاني بنكتشف ان بلالي اتصاب، وبنكتشف لا هو الشوط بلالي اتغير للاسف قبل الشوط الثاني ما يبدا. بلالي اتغير في الدقيقه 43، نزل مكانه اسامه بوجره، وقبلوه نزل مكرات بوشنيبه، وتحول حسام تقا للاعب يلعب باك يمين. وعلى فكره حسام تقا قدم اداء محترم في الباك اليمين. ثم اتصاب ياسين مرياح ونزل مكانه ايمن بن محمد، وتم تحويل امين بن حميده يلعب مساك، ومحمد بن علي نزل مكانه رجاء اهولو. وهنا بقى انت محتاج تتكلم على ان انت كنت ممكن اوريدي ان انت تحط حسام تقا في نص الملعب وتطلع اهولو. لا، الراجل كان عايز ان هو ما يضحيش بنص الملعب، الراجل قرر ان هو مش محتاج يضحي بنص الملعب. ثم التغييره دي جت بعد الهدف الثالث. الهدف الثالث اللي عمل فيه الياس مكوينا مجهود كويس جدا، لعب كره عرضيه حلوه قوي لحسام تقا، حسام حطها بطريقه مثاليه. وهنا كانت اطراف الترجي هي الاخطر، لان هنا بتتكلم على ان الترجي كان اخطر على الاطراف. اطراف الترجي كانت اخطر بكتير. يعني في كره برده جت لدريجو لوريجيز، ولكن فشل في التعامل معاها، برده كانت عرضيه، لان انت كنت مضطر تروح تلعب بالعرض كتير علشان خاطر عمق الملعب عندك ما كانش افضل حاجه، خصوصا بعد ما حسام تقا تحول لباك يمين. فانت هنا كان عندك مشكله كبيره ان انت ما عندكش حد عنده حلول في عمق الملعب، لا اهولو ولا اقبلو عندهم حلول في عمق الملعب، فطبيعي انك كنت تروح على الاطراف. نزل محمد بن علي ورجع تاني حسام تقا عشان يحاول يمسك نص الملعب ويحاول ان يكون فيه خطوره في عمق الملعب. ونزل قصي معشة مكان الياس مكوينا عشان قصي معشة ينهي المباراة الجميلة بالنسبة للترجي كأداء مقبول وكأداء جيد وكنتيجة. وبياخد اسيست جميل جدا من محمد بن علي، وبيقدر يسجل هدف رابع، الهدف الختامي للمباراة، الهدف اللي كان في الدقيقة 95. ألف مليون مبروك للترجي، فوز مستحق. أسوأ من في المباراة هي الإصابات. مباراة رجعت الثقة لحاجات، رجعت الثقة لحاجات كتير، منها مثلا لاعب زي أسامة أبو جرة، منها مثلا حارس مرمى زي أمان الله ميوش، جمهور الترجي واثق فيه وهو كمان كان قد الثقة دي، منها كمان مدير فني جديد جاي واثق في فريقه ان هو يقدر يكسب ماتشات زي دي في بداية دور المجموعات. انت محتاج انك تكسب ماتش زي ده، محتاج تثبت للناس كلها ان انا حتى لو عندي مشاكل، وحتى لو مغير مدرب، وحتى لو المنظومة بتاعتي فيها شوية أزمات وفيها شوية إصابات، أقدر ان انا أكسب ماتشات زي دي. فألف مليون مبروك للترجي، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق في القادم سواء محلي أو في أفريقيا.